شهامة علم شمس النور صوت الحق الصارخ نور يعلو. طيب السلام عليكم. قبل ما بدنا نتحدث عن تصنيف الدول، سبق انه في اللقاء السابق ان تحدثنا عن خصائص اللي هي الدولة. بدي اعمل مراجعة على خصائص الدولة. شو هي خصائص الدولة؟ من خصائص الدولة تحدثنا؟ طيب من خصائص الدولة واحد ان الدولة يعني يحكمها هي عبارة عن مجموعة من الأشخاص أو الناس الطبيعيين اللي بقوم بعملية إدارة اللي هي هذه الدولة. يعني عبارة الدولة مفهوم معنوي، إنه هناك مجموعة من الأشخاص هم اللي بيديروا اللي هي السلطات الثلاثة الموجودة في هذه الدولة. هذا واحد. اثنين، من خصائص الدولة أيضا أنها تمتلك القوانين وتمتلك أيضا القوة التنفيذية لهذه القوانين. يعني لا يعقل ولا يجوز أن يقوم الفرد بأن يأخذ حقوقه من خلال القوة الفردية الخاصة فيه في نفس الوقت. يعني في دولة فيها قانون يؤخذ الحق من خلال قانون الموجود في داخل هذه الدولة والتي أقره اللي هو السلطات التشريعية، والسلطة التشريعية هي التي تنوب عن الشعب. إذن اللي وضع القانون مين؟ اللي وضع القانون هذه كليتها اللي هم الشعب أو اللي هو المجلس. أيضا بنفس الوقت الدولة هي الوحيدة التي تمتلك هذه القوة، فش هناك أفراد أو جماعات أخرى أو تنظيمات سياسية هي التي تمتلك القوة. الدولة هي الوحيدة التي تمتلك هذه القوة. ناحية ثانية أو ثالثة أو رابعة، أنه للدولة هاي لها ذمة مالية، بمعنى أن الأشخاص، أن ميزانية الأشخاص الذين يديرون لفة الحكم الحاكم بتكون مستقلة عن اللي هو باقي المؤسسات النظامية الموجودة في نفس الوقت. هذه هي خصائص اللي هي الدولة في نفسها. اليوم راح نتحدث عن اللي هو موضوع تصنيف هذه الدول. هذه الدول تصنف من حيث يعني كل واحد بيصنف الدولة وفق يعني مفهومه، وفق الهدف اللي بيسعى إلى تحقيقه. لكن هنا التصنيف بتختلف هذه الدول من حيث اللي هو موضوع التركيب، ولذلك سيتم تصنيف هذه الدول حسب اللي هو هذا التركيب في نفس الوقت. في هناك دول بسيطة وهناك دول مركبة. إيش الدول البسيطة يعني؟ الدول ما تتبع نظام جمهوري، يعني دولة واحدة. يعني فيش هناك أكثر من الدول المركبة اللي هي بتتبع أكثر من نظام في هذا التركيب. واضح الصورة كيف؟ طيب خلينا نشوف الدول اللي هي المركبة أو الدول الاتحادية في نفسها. يعني الدول البسيطة خلينا نقول مثل في عندنا فرنسا على سبيل المثال، في عندنا ألمانيا، هذه من الدول اللي هي البسيطة. أما بالنسبة للدول المركبة أو الدول الاتحادية بتكون عبارة عن دول اتحاد شخص واحد، وهو اللي تحتفظ كل دولة بشخصيتها داخليا وكذلك اللي هو خارجيا. أي أن هناك اتحاد شخصي كما نقول لهم، مثل اللي هو دول الكومنولث البريطاني. دول الكومنولث البريطاني تشكلت هذه الدول، وهذا الاتحاد المركب من مجموعة من الدول والدول التي كانت تتبع اللي هي المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا. يعني من دول الكومنولث البريطاني على سبيل المثال استراليا، نيوزيلندا، هاي من دول الكومنولث اللي هو البريطاني في نفس الوقت. في هناك اتحاد شخصي حقيقي فعلي، وهذا الاتحاد الشخصي الحقيقي الفعلي مثل موضوع السويد وكذلك الدول الاسكندنافية اللي هي الدنمارك على سبيل المثال، وهناك أي اليمن كمان من أحد الدول العربية التي شكلت الاتحاد الحقيقي والفعلي أيضا. هناك دول اتحاد كونفدرالية وهناك اتحاد فيدرالي في نفس الوقت. هلا تبنى زي مين الدول الكونفدرالية وزي مين الدول الفيدرالية؟ الفيدرالية زي مين؟
الدول الاتحاد الفيدرالي زي اللي هي دول الدولة اللي هي الإمارات العربية المتحدة كمان الولايات المتحدة على أمريكا. طيب خلينا نيجي على سبيل المثال بالنسبة للولايات المتحدة على أمريكا، الحكومة هل هي حكومة أم حكومتين؟ حكومة واحدة، ولكن هناك حكومات محلية في نفس الوقت. نعم حكومات محلية، يعني عندهم الولايات المتحدة 52 ولاية صاروا، وكل ولاية كل ولاية لها حاكم في داخلها، تمام. لكن هناك حكومة مركزية كمان بنفس الوقت في نيويورك. طيب تمثيلها، تمثيلها بكون واحد ولا أكثر من واحد؟ بكون إذا له صوت واحد في داخل هيئة الأمم المتحدة، بكون هناك التمثيل، تمثيل واحد لهذه الولايات من جميعها. طيب بالنسبة لموضوع السلطات والاختصاصات، في هناك بتكون اختصاصات محلية وهناك اختصاصات أيضا للعلاقات الخارجية في نفس الوقت، يعني بتكون حكومة محلية وحكومة اتحادية في نفس الوقت يعني فيها. لكن كل هذه الإمارات أو هذه الولايات تخضع لحاكم واحد في نفس الوقت، له تمثيله الخارجي الواحد أيضا. يعني معنى ذلك أنه تنصهر هذه الولايات مع بعض البعض، تمام، وبتشكل شخصية واحدة. وإن كانت هناك في داخل هذه الولايات أو هذه الإمارات هناك حكومات محلية، وعلى سبيل المثال في دولة الإمارات في هناك الحكومة الاتحادية وهناك الحكومة المحلية، أي أن لكل إمارة من هذه الإمارات بعض النظم والقوانين البسيطة من أجل حل المشاكل الداخلية في نفسها، ولكن الجميع يتبع اللي هي الحكومة المركزية أيضا. يعني فيه هذه هي الفرق بين الحكومة الاتحاد الكونفدرالي والاتحاد الفدرالي في نفس الوقت. السلطات زي ما حكينا توزع ما بين السلطة المحلية والسلطة المركزية أيضا. هذا بالنسبة لموضوع تصنيفنا لهذه الدول في نفسنا. كنت بتكلم عن هذه الدول في من حيث التركيب، يعني بصنفوها، في ناس تانية بتصنفها يعني حسب النظام اللي بتم التعيين فيه رأس الدولة، سواء كان ذلك بالوراثة أو سواء كان ذلك بموضوع الانتخاب في نفسه. في هناك دول ملكية وراثية، تمام، مطلقة بدكم ولا دستورية؟ طيب اللي بدكم إياه. في هناك دولة ملكية وراثية دستورية في نفس الوقت، بمعنى السلطة فيها لا، يعني خلينا نقول انه مصدر، هو المصدر الاساسي اللي هو الشعب، لكن كمان بنفس الوقت انه دربانك في هذه الدوله الملكيه الوراثيه انه الملك صحيح، لكن الملك ياتي من خلال عمليه ايش؟ التوريث، بالوراثه ياتي اللي هو الملك في نفسه. يعني عندنا على سبيل المثال اللي هي الاردن، مين؟ المغرب، بريطانيا، البحرين، بلجيكا، الدنمارك، بريطانيا، في هناك ملك، ماشي؟ طيب اذا بنفس الوقت في هناك ملك لهذه الدوله، وهذه الدوله رغم انه فيها هناك دير بالك انه في هناك سلطات تشريعيه في نفس الوقت وهي دستوريه، اي ان الذي وضع هذا الدستور اللي هو الشعب. للحاكم او للملك في تلك الدول له وظائفه في نفس الوقت. على سبيل المثال لما نيجي نتكلم عن ملكة بريطانيا الملكة إليزابيث، طيب ايش وظيفتها على سبيل المثال؟ كيف؟ لا، هي سياسة اعتبارية في نفس الوقت، لها مكانتها الاعتبارية. لا 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 لا، ما في لها النظرة الدينية، ولكن هي أساسا هي نتاج لأنه في هذه المملكة عين ملكا لأن كان له دورا في داخل المجتمع نفس الوقت، فتم تعيينه،
تمام، على أساس أنه هو كمان بنفس الوقت يعني دوره سواء كان هذا الدور هو دور سياسي أو دور اجتماعي أو ديني أو اقتصادي إلى آخر من ذلك، لكن كان له دور، ومن هنا تم تعيينه اللي هو عبارة عن ملك، وبنفس الوقت ربما يكون منهم من كان يقود الحركات الوطنية في تلك الفترة، تمام، واللي أزاح اللي هو الاستعمار إلى آخر من ذلك، لكن تبقى له مكانته الاجتماعية أو مركزه الاجتماعي كملك من يعني متعرف عليه أنه من الممكن أن يقوم بعملية استقبال الوفود من الخارج إلى الداخل كمان، وبذلك يكون له هيئته الاعتبارية في نفسه. لكن مجلس الوزراء هو الذي يقوم بعملية تحريك الأمور السياسية أيضا فيه. إذن هناك دول ملكية وراثية دستورية، وهناك أيضا دول اللي هي جمهورية أيضا. هذه الدول الجمهورية بمعنى أن الشعب يقوم بعملية الانتخاب، تمام، وبعد ذلك أنه بيتم اللي هو الترشيح ومن ثم حصوله على مركزه في اللي هو سادة الحكم أو يحكم هذه الدولة، وهو النظام الجمهوري القائم على الشعب في نفس الوقت. في هناك جمهورية فيدرالية زي ما حكينا، زي اللي هي فيدرالية اتحادية يعني الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك دول كونفدرالية يعني أو أسف دول اشتراكية حزبية. من هذه الدول الاشتراكية الحزبية التي تتبع المنهج الاشتراكي أو النهج الاشتراكي من خلال اللي هو الحزب، يعني لما نقول الجمهورية يعني على سبيل المثال سوريا، وكانت قبلها اللي هي العراق اللي كان يحكم وما زال يحكم في تلك البلد أو في تلك الدولة اللي هو حزب البعث العربي الاشتراكي السوري، وهناك حزب البعث العربي الاشتراكي الذي كان سائدا في فترة حكم صدام حسين وما قبل صدام حسين. وللأسف إنه دائما وأبدا إنه يعني عندنا في الدول النامية، في الدول النامية حتى وإن كانت هذه الدول اشتراكية وحزبية وزي ما حكينا الجمهورية العربية السورية، ومع ذلك إلا أن هناك الاستبداد في تلك الدول على اعتبار أن الحكم هو حكم جمهوري، ولكن للأسف لم يتم إجراء انتخابات نزيهة في تلك الدول. يعني رغم أنها جمهورية، تمام، وقائم على الانتخابات برشح اللي هو رئيس الدولة، وللأسف أن هذه الدول هي ليست دول قائمة على الديمقراطية في نفسها. وكنا يمكن بنعرف التاريخ وكيف وصل اللي هو بشار الأسد إلى سدة الحكم، وكيف كانوا بنفس الوقت مش موضوع طبيب عيون، بس بقدر ما تم تحريك ما تم عملية التعديل للقوانين التي كانت سائدة من أجل وصول اللي هو بشار إلى سدة اللي هو الحكم في نفس الوقت. يعني في نزلوا قانون يعني السن، عدل موضوع السن الذي يحق له أن يرشح نفسه لرئاسة الحكومة، وبذلك أنه أصبح يتعادل مع اللي هو عمر بشار الأسد، وبذلك استطاع بشار الأسد أن يصل إلى دفة الحكم أو سدة اللي هي الحكم. طيب أنظمة الحكم، في أنظمة الحكم اللي هي إدارة اللي هو الحكم في نفسه، شو هي الحكومة؟ ايش هي الحكومة؟ تعريفنا للحكومة على سبيل المثال، خليني أسمع هنا، مجموع السلطات العامة في الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية. يعني خلينا نقول الحكومة هي عبارة عن السلطات الثلاثة اللي هي التشريعية والتنفيذية والقضائية. والحكومة نعم بدك تعريف ثاني يعني؟ هي الحكومة المتطورة عن القبيلة، وهي ذات السلطة في الشؤون العامة وتحكم بين الناس بواسطة الميزان والقانون، وتخدم الجماعة وتقدم لهم وتحفظهم وترعى. يعني الحكومة حاضر حن هو الجهاز الذي تمارس به الدولة اللي هو سلطتها السياسية. يعني
يعني الجهات أو الجهاز الذي يمارس فيه الدولة سلطاته الثلاثة، زي ما تفضلت الأختين أو الأختين اللي هي السلطات الثلاثة، وزي ما تفضلت برضو الأختانة على أساس أنه هي التي تحفظ الحقوق وكذلك أيضا تحفظ حقوق الأفراد والعمل تلبية احتياجات اللي هو المجتمع، اللي هو موضوع استقرار البلد، سواء كان ذلك الاستقرار استقرارا داخليا او سواء كانت حماية المجتمع من يعني التحديات الخارجية او العواقب، دفع عنهم الحفاظ على الامن، الحفاظ على الاستقرار، اشباع احتياجاتهم يعني اشباعها، كافة هذه الاحتياجات لهذا اللي هو المجتمع. هناك صور ايضا مختلفة من هذه الادارات الحكومية اللي بتمارسها هذه الدول المختلفة، في هناك الحكم الفردي المطلق وهناك الحكم أيضا الفردي الدستوري في نفس الوقت. يعني الحكم الفردي المطلق بمعنى أن هناك سلطة أو أن القرار بيد رئيس الدولة، وهو الذي يحكم اللي هي البلاد، وهذا هو الحكم الفردي. من هذه الدول على سبيل المثال للحصر اللي هو موضوع دولة اللي هي كوبا، أيضا عارفين وين كوبا؟ وين كوبا؟ وين بتقع كوبا؟ جنوب، نعم جنوب اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك قناة بنما، واليوم أصبحت أيضا بالنسبة لموضوع كوبا بدأت يعني تتحسن العلاقة، بدأت تتحسن العلاقة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك اللي هو كوبا في نفسنا. وهناك أيضا حكم فردي دستوري، وهذا ما يطلق عليه بحكم أيضا القانون، لأنه هناك دستور، وهذا الدستور اللي هو قام بوضعه اللي هو المجتمع أو اللي هو الشعب. إذن هذه صورة من صور الإدارات الحكومية اللي بتمارسها هذه الدول. من أيضا من هذه الصور اللي هو حكم الأقلية في نفس الوقت، بمعنى حكم الأقلية أي أن هناك مجموعة من الناس اللي هي بتمثل طبقة معينة، ربما تكون هذه الطبقة هي الطبقة الغنية أو الرفيعة ذات المنزلة بنفس الوقت، ويكون في تلك الدولة هناك فساد وهناك عمل بيروقراطي وارستقراطي في نفس الوقت. يعني أيضا هناك حكم يطلق عليه بحكم كبار السن، اللي هم ناس اكتسبوا كبار في السن، اكتسبوا خبرة طويلة في هذه الحياة ومن خلال اللي هو ممارستهم وبتولوا هذا اللي هو الحكم. وطبعا هذه اليوم تقريبا مش موجودة، وإن كانت موجودة يمكن تكون موجودة عند مجتمع بعض المجتمعات البدائية التي تعتمد يعني يعتمد سكانها على اختيار الحاكم بأنه صاحب خبرة طويلة. هناك أيضا حكم لرجال الدين، ويعني خلينا نطلق عليها بتلك الدولة هي تلك في الدول الدينية، مثل اللي هو الفاتيكان، مثل اللي هي الفاتيكان كدولة دينية. وطبعا الفاتيكان هي من أصغر الدول، عشان تكونوا بالصورة إنه هي منظمة ومرتبة اللي هي الفاتيكان. هناك أيضا بعض الدول يعني بعض الناس بتصنف على سبيل المثال أيضا إيران كدولة دينية في نفس الوقت، على أساس إنه بيحكمها رجال الدين في نفس الوقت، وهذول بيعتقدوا على انه هم عباره عن يعني خلينا نقول انه بيمتلكوا هذه القوى، وهذه القوى الغيبيه، هذه القوى الغيبيه، وبيمارسوا هذه السلطات، وبيعتبروا انه هذه السلطه هي عباره عن سلطه مقدسه بالنسبه لهم. ايضا هناك حكم ايضا حكم عسكر، وهي بيعطي نتيجة لعملية الانقلاب، مجموعة من العسكر هي التي تسيطر وتهيمن على هذه الدولة، وهي التي تصدر هذه القرارات بنفس الوقت. وطبعا ما بدنا نحكي يعني انه هذول بيستخدموا دائما وابدا القوة العسكرية. ايضا هناك حكم
ايضا يطلق عليه بحكم الصفوه اللي هم برضه مجموعه بتشابه مع حكم الاقليه. حكم الصفوه طبعا تتولى الحكومه اللي هم عباره عن السلاله، ممكن السلاله هي الارقى، وبكون هذا الحكم محصور بين افراد هذه السلاله مثل اللي هو الحكم في بريطانيا في نفسه. وهناك الحكم اخيرا الحكم الشعبي، والحكم الشعبي بمعنى انه نابع من الشعب ويمارس في الحكم بطريقه مباشره وغير مباشره في نفس الوقت. يعني اي ان الحكم الشعبي هو الحكم الديمقراطي في نفسه. طيب سؤالي، الحكم الشعبي كل الدول التي تتبع النهج الديمقراطي، اي ان هناك سلطات ثلاث، وهناك هناك السلطات الثلاثة الموجودة أو المتوفرة، وقد جاءوا هؤلاء اللي هو الحكم الشعبي، قد يكون حكم شعبي. اسمعيني أختي قبل ما تكتب، في حكم شعبي يعني خلينا نقول المباشر وغير المباشر. عشان سؤال الأخت اللي بتسأل زي مين، هي الديمقراطية أساسا جاءت طالما بدي ديموكراتيس اللي هي صورة اللي هو الشعب أو إلى آخره. هاي كانت موجودة، الصورة موجودة في بلاد اليونان وبالذات في أثينا، وبدأوا كان عدد سكان أثينا عدد قليل، وبدأوا يجمعوا السكان في ساحة كبيرة، ومن ثم يختاروا ويقرروا من سيحكم هذه المدينة أو هذه اللي هي الدولة. طبعا عدد السكان قليل، عدد السكان قليل، واستطاعوا أنهم يجمعوهم في نفس الوقت. ومن هنا بدأ الحكم الديمقراطي على أساس اختيار، أو خلينا نقول ديمقراطية مباشرة، التصويت مباشر من قبل الشعب اللي هي الجهات التي رشحت نفسها اللي بدنا ننتخبها. تمام؟ إذن حكم ديمقراطي على أساس اللي هو الشعب. لكن كمان سؤالي أنه هل فعلا يعني خلينا نقول أنه الديمقراطية كانت واضحة في أثينا حينما تم جمع السكان البلدة والمنطقة، تمام، وتم ترشيح مسؤول عنهم؟ ما كانتش هذه الديمقراطية واضحة، بمعنى كانت ديمقراطية ناقصة، بمعنى أنها لم تشارك المرأة في تلك الفترة في هذه الانتخابات في نفسها، يعني ما شاركت المرأة. وهذا معنى ذلك أنه في هناك قصور في هذه الديمقراطية، كان بالضروري أن تشارك المرأة أيضا في هذه الانتخابات. هذا من ناحية. الناحية الثانية كان هناك تحيز وتميز ما بين العبيد وما بين السكان الموجودين في نفس الوقت. أيضا العبيد برضو بنفس الوقت أنه اتنحوا جانبا أو نحوهم جانبا ولم يشاركوا في عملية الانتخابات. إذا بنفس الوقت على الرغم من أنه طفى على سطح مفهوم الديمقراطية لحكم الشعب في أثينا، إلا أن هذه الديمقراطية هي ديمقراطية ناقصة، كونها لم تشارك المرأة فيها ولم يشارك العبيد في تلك الفترة في هذه الانتخابات في نفسها. هذه هي الديمقراطية المباشرة. طيب هل هناك ديمقراطية غير مباشرة؟ نعم كانت هناك ديمقراطية. كيف تتم الديمقراطية غير المباشرة؟ الحكومة غير المباشرة، حكومة غير مباشرة كيف يعني؟ فيها نواب، فيها نواب. مين اللي بيختار النواب؟ اللي هو الشعب. كيف؟ الشعب بيختار النواب، وبيختار الشعب بيختار النواب، والشعب بيختار مجلس الإدارة بس، وبكون رئيس الدولة يعني غير فعال، موجود فعال بس موجود في بريطانيا، صح؟ خلينا نقول مرة ثانية زي ما بتتحدث الأخت وذكرت على أنه في هناك نواب، النواب هؤلاء بيتم اختيارهم، النواب بيتم اختيارهم من اللي هم الشعب، وهم الذين يتحدثون باسم الشعب. وهنا بدي أفرجيكم شغلة، تتذكروا يمكن تحدثنا عن نظرية العقد الاجتماعي. إيش نظرية العقد الاجتماعي؟ العقد الاجتماعي جان جاك روسو، لرس إيه؟
ممتازة. إذن أنه على الشعب أن يتنازل بشيء قليل من أرادته، تمام، على أن يحفظ بالمقابل حقوقه ويحافظ على واجباته كمان في نفس الوقت. هي نفس الشيء أنه بنفس الوقت أن الشعب يقوم بعملية الانتخاب لهذا اللي هو البرلمان اللي بده يمثل اللي هو الشعب. عشان هيك كمان بنفس الوقت أنه مصيرنا مرتبط بالشعب مش بالنواب، مصيرنا مرتبط باللي هم النواب في نفس الوقت. وبنفس الوقت أنه يحق أيضا للشعب دربالكم أيضا يعني تنحية بعض النواب فيما لو قام هذا الشعب بالاعتراض على بعض هؤلاء اللي هم النواب. ومن حق الشعب أن يتحرك أيضا لنحي هؤلاء النواب الذين لم يشبهوا احتياجاتهم أيضا في هذه الحياة. هذه هي الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير المباشرة. النواب هذولا هم اللي احنا بنختارهم وهم اللي بديروا دفة الأمور فيما بعده، بيختاروا موضوع السلطة، التشريع والقوانين والأنظمة واللوائح في نفس الوقت. من مزايا، نعم، أنها أسهل تطبيق، وخاصة إذا كان الشعب أو الدولة فيها كثير من السكان. هي سهلة التطبيق، وخاصة إذا كان أنه والله هالمجتمع عدد اللي هو كبير. لكن لو جيت أنا على سبيل المثال بدي أعمل ديمقراطية مباشرة، ما بستطيع أن أجمع كل الشعب في ملعب واحد، مش هيك ولا لا؟ بستطيعش أن أجمع كل الشعب في مكان واحد كما جمع في فترة حكم أو فترة اللي هي دولة أثينا في نفس الوقت. يعني فيها هؤلاء النواب من الممكن أن يرجعوا إلى الشعب ويقوم بعملية استفتاء للشعب حول بعض القضايا الضرورية في نفس الوقت، وأخذ رأيهم والالتزام بما يقره هذا الشعب في نفس الوقت. يعني هذا هي صورة عن اللي هي عن الإدارات الحكومية. في أحدا بحب يسأل أي سؤال، يستفسر حول أي نقطة؟ في أحد عنده استفسار؟ طيب، في عنا مفهوم آخر وهو مفهوم اللي هو السلطة. ما المقصود بالسلطة؟ شو المقصود بالسلطة؟ هي وظيفة أو حق لشخص ما أو مجموعة أشخاص في اتخاذ قرارات معينة. يعني مجموعة من الأفراد من حقها أن تتخذ لي قرارات معينة، قد يكون ما اللي هي المقصود فيها اللي هي السلطات الثلاثة. هي تحديد وضع من يحق له أن يطلب من الآخرين الانصياع لأوامره. يعني واحد له الحق أنه يطلب من الآخرين ماذا يرى أن يفعله اللي هو الآخرين في نفس الوقت. هذا هي السلطة. هو اللي صاحب القرار، هو اللي بيتخذ هذا القرار، هو اللي بيدير اللي هي أمور الحياة في داخل اللي هي المجتمع. هناك نعم، هي العملية اللي بتأثر بنا. حتى القيادة هي عبارة عن السلطات، وهي اللي بتأثر في الأمة الآخرين في نفس الوقت. يعني اللي بإيده اللي هو القانون، بإيده القانون، وبإيده أيضا اللي هو مركز القوة في نفس الوقت. في هناك ثلاث سلطات في كل دول العالم، وهي السلطة التشريعية والسلطة القضائية وكذلك السلطة التنفيذية. سلطة تشريعية وقضائية وتنفيذية، أو تنفيذية وقضائية في نفس الوقت. نشوف السلطة التشريعية ووظائف كل سلطة من هذه السلطات. نعمل لكم جدول، يعني حاولي عند دراستك تعملي وظائف. حتى يتم إدارة البلاد بشكل جيد لابد من الفصل بين السلطات. حتى يتم إدارة
الحكم بشكل جيد لابد من الفصل بين السلطة. في هذا المفهوم يعني بعض الناس قد يعتقد أن هذا الفصل هو فصل يعني خلينا نقول أنه فصل تام، وهو في حقيقة الأمر ليس بفصل تام وإنما فصل نسبي، بمعنى أنه لما بنقول عملية الفصل ألا تتدخل السلطات التشريعية في التنفيذية وكذلك في القضية، ولا أن تتدخل السلطة القضائية في السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية، وإن كان من وظائف هذه السلطات أيضا دير بالك مراقبة السلطة الأخرى في نفس الوقت، كلهم بيراقبوا بعضهم البعض. عندنا راح نتكلم عن هذه الوظائف، لكن أنا بتكلم عن موضوع اللي هو الفصل بين هذه السلطة. على سبيل المثال، مين اللي بيشرع القانون؟ اللي هي السلطة التشريعية، مش هيك ولا آه؟ طيب مين بيطبق القانون؟ اللي هي السلطة القضائية. طيب مين اللي بده يقوم بعملية التنفيذ؟ لنفترض انه في هناك مشكلة ما مع مجموعة او مع فرد ما، اللي بتم القاء القبض عليه مين؟ بتم عليه القبض عليهم مثلا لو سووا مشكلة او جرم من قبل اللي هم افراد السلطة التنفيذية. افراد السلطة التنفيذية وين بدها توديه؟ بدها توديه لمين؟ للسلطة القضائية. اذا في هناك علاقة، ولكن هذه العلاقة هي علاقة محدودة نسبيا، يعني ان في هناك علاقة، ومش انه معنى ذلك انه في هناك فصل تام، لا، في هناك علاقة ما بين هذه السلطات. هذه السلطة القضائية بدها تحكم بناء على ايش؟ بناء على القوانين والتشريعات لهم. لكن ليش احنا بنقول الفصل بين السلطات؟ بحيث انه لا تتدخل، ويصير في هناك نوع من المحسوبية وعدم النزاعة وتحقيق اللي هي العدالة، بصير في نوع من المحاباة، بصير في نوع من التهديد من قبل الأفراد. مثلا السلطة التنفيذية ممكن تهدد اللي هم أيضا مثلا النائب العام أو القاضي أو ما شابه ذلك. ولذلك أنه من الضرورة الفصل بين هذه السلطات الثلاثة في نفس الوقت. طيب خلينا نشوف وظائف هذه السلطات. لو تحدثنا عن السلطة التشريعية، شو هي وظيفة السلطة التشريعية؟ بدنا خلي غيركم، وين الصبايا اللي هنا ما شاء الله عليهم؟ السلطة التشريعية يعني التشريع اللي هو التشريع عارف ايش يعني التشريع؟ وضع القوانين، وممكن تكون بعملية التعديل والحذف والإضافة مثلا في هذه القوانين، مش كده ولا لا؟ هذا واحد من هذه اللي هي الوظائف للسلطة التشريعية. طب وظيفة ثانية المداولة، شو المقصود بمفهومنا للمداولة؟ مفهومنا للمداولة، طيب يتمكن عن طريق أعضاء السلطة التشريعية من تجميع المطالب وتحقيقها والجماعات المختلفة والمفضلة بينها. نستطيع أن نجمع اللي هي مجموعة من المعلومات ومن البيانات في نفس الوقت. نعم، ممكن أجمع اللي هو مطالب اللي هو الأفراد وإيش احتياجات اللي هي المجتمع، هذا ما هو مقصود بموضوعنا للمداولة. ثلاثة، الإشراف والمراقبة والمحاكمة والتحقيق. إشراف ومراقبة الإشراف مش حتى مش هذا نواب كمان بنفس الوقت، انه ممكن احد النواب دير بالكم انه يخطئ ويرتكب جرم كمان بنفس الوقت، ايضا على السلطة التشريعية ان تقوم بعملية التحقيق في نفس الوقت. وايضا السلطة التشريعية التي تقوم بعملية الاشراف والمراقبة على اللي هي السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة القضائية في نفس الوقت. اللي بقول انا لا ترفع ايدك، لا
قبلك جاوبتي خلينا نسمع. تعديل الدستور، تتولى هذه السلطة في الدول الديمقراطية تعديل الدستور أو الإشراف على تعديل الدستور، يقوم بإدخال مادة جديدة أو حدث مادة. إذن هو موضوعنا موضوع اللي هو تعديل الدستور، وهذه من وظائف السلطة التشريعية. إيش تعديل الدستور؟ يعني معنى ذلك أنه من ممكن أن نقوم بعملية حذف بعض المواد أو إضافة مواد جديدة أو إلغاء أو ما شابه ذلك. على عشان تكون بالصورة، يصعب إلغاء الدستور كاملة. من الصعب أنك تقوم بعملية إلغاء الدستور، ممكن، لكن كمان بتم اللي هي عملية إيه؟ عملية التعديل على هذا الدستور. هذه هي وظائف اللي هي السلطة التشريعية. طيب نتناول اللي هي السلطة التنفيذية. شو يعني عملية التنفيذ؟ ما سمعتش منهم قبل هيك. بدي شيء؟ لا. السلطة التنفيذية تعتبر جزء من الدولة اللي فيها كثير ما تسمى الحكومة بالسلطة التنفيذية، يعني هي اللي بتنفذ القرارات. الحكومة هي فيها السلطة التنفيذية التي يكون فيها الملك أو الأمير أو السلطان هو الذي ينفذ القرارات. بكون في اللي هو الأمير. ايش وظيفة هذه السلطة التنفيذية؟ أنا بسأل على وظيفة السلطة التنفيذية. من العنوان، من المفهوم، ايش يعني تنفيذية؟ بديش. تنفيذ القوانين على سائر الأفراد في المجتمع. وهذا هو موضوع التنفيذ. تنفيذ قوانين والإجراء. طيب غير جاوبت قبل. إدارة الشؤون العسكرية. ايش يعني بالغالة العامة؟ زي ايش يعني؟ كل الوزارات الموجودة، كل الوزارات الموجودة، يعني وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة البيئة، وزارة الاقتصاد، كل هاي الوزارات اللي هي بتشكل اللي هي إدارة في داخل هذه الدولة. غير في شيء ثاني؟ طيب بلاش. طيب إذا هذه هي وظيفة اللي هي السلطة التنفيذية، تنفيذ القوانين والإجراءات اللازمة، إدارة الشؤون العسكرية والشرطة والداخلية وشيك وبعض بالجيش، وفي عنا الإدارة العامة للمؤسسات الحكومية زي الكافة اللي هي الوزارة. أخيرا تبقى اللي هي السلطة القضائية أيضا. أول وظيفة اللي هي حزم المنازعات الفردية. في عندي في مشاكل في داخل الدولة، ومعنى ذلك أنه على السلطة القضائية أن تحسم حسم المنازعات، حسم وفض مش هيك؟ هذا واحد أنه بدأ تحسم. اثنين، حماية حرية الفرد وحقوقه من استبداد الحكومة ومنع المساس بها، فالفرد له مجموعة من الحقوق. الحفاظ على حقوق الأفراد. غيره المراجعة القضائية والحكم على دستورية القوانين والأنظمة. المراجعة القانونية. واضح؟
إذا هذه هي وظائف السلطات الثلاثة: السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية. خذ من المفهوم تشريع، معنى ذلك إيه؟ معنى ذلك في تشريع، معنى ذلك في وضع قوانين. إذا مين اللي بوضع القانون؟ هو الوحيد اللي بيكون قادر على عملية الحذف والإضافة وكذلك عملية التغيير والتطوير لهذا القوانين. أيضا السلطة التشريعية هي أيضا تقوم من وظيفتها بموضوع المداولة، أي اللي هي تمثل تحديد احتياجات اللي هو الشعب، احتياجات أو مطالبهم. في هناك الإشراف والمراقبة والتحقيق، هي التي تشرف على السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في نفس الوقت، أيضا هي التي تقوم بعملية اللي هي التعديل للدستور. أما السلطة التنفيذية أيضا من مفهومها تنفيذ القوانين والإجراءات، إدارة الشؤون العسكرية، تمام، وزارة الدفاع على سبيل المثال. في هناك الداخلية والخارجية، وهنا الإدارة العامة اللي هي بتشمل كافة اللي هي المؤسسات عليها. أما بالنسبة لموضوع السلطة القضائية فهناك حسم لهذه المنازعات وفضها، في نفس الوقت هذه من وظيفتها. اثنين، الحفاظ على حقوق الآخرين الأفراد واللي في داخل المجتمع. أيضا بالباركم أنه بتحمي الأفراد من، يا بنت، تحمي الأفراد من بطش السلطة التنفيذية. يعني إذا السلطة التنفيذية بتفتري، أيضا المحاكم هي التي يجب عليها أن تحمي اللي هم هؤلاء الأفراد. بالإضافة لذلك المراجعة القانونية ها أيضا. في أحد بده يسأل أي سؤال؟ أي استفسار؟